الحقيقة الصفوة بتتقلص مع الأسف. سنة الحياة هي الفقد، والنهاردة بننعي بكل الأسى قامتين كبيرتين من القامات السياسية والدبلوماسية المصرية والدولية، وهما الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عن عمر يناهز 94 عاما، والأستاذ محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي الكبير عن عمر يناهز 94 عاما، اللي رحلوا في أوقات متزامنة لم يفصل بينهما إلا ساعات قليلة. لروحهم السلام والرحمة، ولكل عيلتهم ومحبيهم الصبر والسلوان. يا مساء العسل الأبيض على حضراتكم وعلى العسلية رنا عرفة. مساء النور يا حنون، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. انا عارفه ان الاثنين يعني كنت تعرفيهم معرفه شخصيه جدا من والدي الحقيقه، ووالدي عمل معاهم اهم الحوارات، عمل كتاب عن بطرس غالي اسمه عاصفه على غالي، وعمل كتاب عن الاستاذ هيكل. طبعا عاصفه على غالي كانت مجموعه حوارات بينه وبين دكتور بطرس غالي، وعمل كمان كتاب اسمه هيكل الاخر، مجموعه حوارات برضو بينه وبين استاذنا هيكل. فالحقيقه انا كلمت والدي قبل الهوى، الحقيقه طبعا حالته النفسيه سيئه جدا، لانه القامتين دول كانوا قريبين منه جدا، والحقيقه قريبين منا كمان بشكل عائلي يعني. لكن دي سنة الحياة، وربنا يا رب يجعلها آخر الأحسان. والاتنين اتولدوا في نفس السنة؟ صحيح جدا. وتوفوا في نفس اليوم؟ صحيح. البقاء لله الحقيقة للشعب المصري كله ولعيلتهم، يا رب يا رب ارزقهم الجنة. الحقيقة هم همهم الشاغل طول عمرهم ان هم يحافظوا على البلد دي، ان هم يقدموا مصر قدام العالم كله يعني بطريقة تليق بيهم، عفروا وحربوا وعيون العالم كله كانت عليهم وكانت بتحاربهم، لكن وقفوا صامدين قدام كل ده وحاربوا بقلبه وحاربوا بشجاعة كبيرة جدا وبطريقة دبلوماسية كل اللي كان بيحارب مصر. ويعني أنا مهما اتكلمت أنا عمري صغير جدا أن أنا أقعد أتكلم عن إنجازات الشخصيتين العظام دولت أو العظماء دولت، فمفيش كلام كتير يتقال غير أنه يعني دكتور بطرس غالي الحقيقة كان عميد الدبلوماسية ورجل السلام، رجل السلام بكل المعاني. كلنا كنا بنقف نسمع له وبنقول يا رب نبقى جزء صغير منه، يا رب نعرف نتكلم زيه، يا رب نعرف نقدم بلدنا بالطريقة اللي هو بيقدمها بره مصر وجوه مصر. لكن بره مصر كان ناس كتير جدا وسياسيين صحيح. كتير جدا. انت عارفه كمان انه كان في تردد من الولايات المتحده الامريكيه وانجلترا لترشيح طبعاً دكتور بطرس غالي، لانه كان راجل بمعنى الكلمه وكان شايل بلده فوق كتفه. صحيح. ومفيش حاجه تتقال انا في المواقف دي ما بقولش غير ان احنا كل اللي نقدر نعمله الدعاء. الدعاء هو اهم حاجه واحسن حاجه. صحيح.